اخوتي اخواتي دي، السلام عليكم. كي دايرين؟ كي دايره الصحه؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نديرو مايونيز ديال الدار. ندوزو للمقادير. عندنا معلقه صغيره ديال المطار، نص معلقه ديال الملح وعلى حسب الذوق اللي بغيتو نتوما. عندنا جوج معالق ديال الخل، عندنا بيضه، وعندنا كاس تاع الزيت، وعندنا البزار باش نسمو به، وعندنا هذا باش نحركو فيه المايونيز، والضرب كهربائي. توكلوا الله. بسم الله. كنلوحو المقطع، كنديرو الملحة على حساب الذوق اللي بغيتو نتوما، كناخدو الخل كنخويو، كناخدو شويه الزيت كنديرو هنا، كما كتشوفوا المشاهدين والمشاهدات خوتي غدادي. دابا كنزيدو شويه البزار، نعاود نضربوها ثاني باش تخلط داك البزار. خوتي غدادي، هذا هو الشكل النهائي ديال المايونيز كما كتشوفوا.